الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفرع الأول نسبة المطر إلى الأنواء، وهي التي ذكرها المصنف عندكم. فإذا قلت مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: إن نسبت المطر إلى النوء نسبة خلق وتقدير وإيجاد، فهذه النسبة شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو شرك في الربوبية، وهو حقيقة شرك الصابئة الذين يزعمون أن حوادث العالم إنما هي منفعلة عن الكواكب السبعة التي جمعها الناظم بقوله: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. يعتقد الصابئة أن هذه الكواكب السبعة هي التي تدبر أحوال العالم وتصرفه، فكانوا يعبدونها ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها، وهم الذين بعث فيهم نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما إذا نسبت المطر إلى النوء نسبة سبب فقط، وأما الخالق للمطر فهو الله، والموجد والمقدر له فهو الله، فهذه شرك أصغر، لأنك اعتقدت سببا ما ليس بسبب، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. فلم تدل الأدلة الشرعية ولا القدرية على أن تصرف النجوم خروجا واختفاء له دوره في نزول المطر من عدم نزوله. لكن بقينا في النسبة الثالثة، وهي التي يسميها العلماء نسبة التسيير لا نسبة التأثير. أما نسبة التسيير فلا حرج ولا بأس فيها إن شاء الله، كقولك مثلا: إذا ظهر سهيل فقد حل وقت المطر في الدولة الفلانية، فهذه نسبة توقيت فقط، ولكنك لا تعتقد أن هذا النجم هو الذي يحدث المطر وليس بسبب في نزوله، وإنما هو مجرد توقيت. وعلى ذلك قولهم: إذا طلعت الثريا وهي نجوم مجتمعة متشابكة في السماء فقد ارتفعت عن المزارع كل عاهة، يعني أمن المزارعون من العاهات. والناس الآن يعرفون وقت الزراعة والحصاد بماذا؟ بالنجوم، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بل الفقهاء في باب معرفة القبلة قالوا: ويتعرف على القبلة بالشمس والقمر والجدي. نجم، نجم الشمال، خلاص متى ما عرفت هذا النجم عرفت القبلة. إذن صارت النجوم مخلوقة لثلاثة أشياء فقط: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. يقول الناظم: إياك والتنجيم فهو مناقض للدين، فاحذر يا أخ الإيمان، إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن: للرجم والتزيين، أعني للسماء، وللاهتداء، وليس ثمة ثاني. من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران. والخلاصة أن علم النجوم ينقسم إلى نوعين: علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التأثير فهو شرك، فيكون أكبر إذا اعتقدت تأثير إيجاد، ويكون أصغر إذا اعتقدته تأثير سبب. وأما علم التسيير فهو علم التوقيت والاهتداء بها، وهذا جائز في أصح قولي السلف رحمهم الله تعالى.